شيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الخوف التي جاءت بها السنة هي ركعتان، أم أنها إذا كانت في حال سفر صلوا ركعتين، وإن كانت صلاة الخوف في الحضر فيصلون أربعة؟ صلاة الخوف، يقول ابن القيم في زاد المعاد: القصر على الخوف، القصر في الخوف على صفته، قصر للعدد وقصر للصفة. فإذا كان الخوف في السفر فهو قصر عدد، يقصر الرباعية إلى ركعتين، وإذا كان في البلد وهم خائفون تقصر الصفة، يقتصر على أركان الصلاة وشروطها فقط ولا يأتي بالسنن، يخففها يعني، يخففها. هذا قصر صفة ما هو قصر عدد. نعم.